شو رح تقيمي الإشار؟ لا يو، شو قيمو؟ أيوة، من أولها أنا بدي إياكي محجبة. بدك ياني؟ طبعاً يا بنت الحلال، لو ما كان قصدي نظيف كنت لقيتيني قاعد معك بهاللحظة. يعني أحكي أحكي، لا تخافي. وأنا أنا كمان بدي إياك. بعرف بعرف. كأنك مانك مبسوط؟ والله يمكن الأحمر بسام بده ينزع لي فرحتي. خير صاير شي مع بسام؟ بده يسافر على الإمارات ويتركني لحالي. لحالك؟ ايه لحالي. شبكي ليه زعلانة؟ يعني انت بتقول انه بدك اياني ومرة بتقول انه رح تبقى لحالك، يعني انا والله العظيم والله العظيم بصراحة يعني ما عم بفهم عليك، والله ما عم بفهم عليك. والله معك حق، ما رح ابقى لحالي، ما نحن رح نصير اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إن شاء الله، وأخوك يروح ويرجع بالسلامة، بيجمع له قرشين مناح، ساعتها بتعمر له طابق تاني حتى لو كان تهريب، بتجوزه على حياة عينك، بتشوف ولاده كمان. أنا اليوم لازم أطلبك من أبوكي، اليوم قبل بكرة.